دار كسيده في السعوديه، قالوا هما كسيدوا حنا العلم لله واش كسيده ولا شناهي، حيت اخر الاخبار جاتني بانه ضربوه بقرطاس. مشى يخدم بحال اي دري، مشى يكون مستقبله. من بعد عام تقريبا من بعد الخدمه دار كسيد، قالوا كسيده. صوروا لي الدراري كاين في السبيطار تما في الرياض، داك السبيطار سيدي قال لك داروا لي عمليه في راسو في رجليه، ما جبدوش لي حس العمليه ديال راسو نهائيا. العمليه ديال الراس انا ما عرفتهاش حتى جيت هنا للمغرب. ملي الدري فاق من الغيبوبه تنقول لي وريدي وريني في التليفون اشنو فيك، وراني رجليه وراني الضربه هنايا. قال لي ماما راه واحد الضربه هنا راه برات ليا. مشيت للرباط باش ناخذ فيزا، ما بغاش يعطي والدي، تيقول لي خاص كفيل وهو يصيفط لك لوكي باش تمشي عنده. جيت كملت في قلبي وجلست شديت باسبوري وبركت الارض. من بعد دازت على شهرين، من الدري جا شلال، جا خلال، جا عدم تركيز، النيف كيقطر، اليد شلات، كله دري 25 عام ولا بحال عدو 90 عام. من بعد بديت عاوتاني كنغوت، مشيت عندهم للرباط ما بغاوش يساعدوني. من بعد واحد المغربي مسكين الله يجازيه بخير في السفاره المغربيه قال لي غتمشي لوزاره الخارجيه، هما اللي عطاوني ورقه الله يجازيهم والله يعطيهم صحيحتهم كاملين في المغرب هنايا. عطاوني ورقه، جيت هي هذيك باش طبعوا لي الفيزا، بزز باش طبعوا لي الفيزا باش مشيت عند ولدي. من بعد 48 ساعه انا عند ولدي في الرياض. نهار اللي مشيت عنده مشيت نهار الثلاث في شهر عشرة مشيت عنده، جبتو ثلاث لاخر جبتو. جيت كنجري بيه قلت غادي نقضو هنا في المغرب، هنا في المغرب شدوه لي شهرين في موريزكو. انا هاد القضيه ديال الراس ما نتحبش كاينه، انا قلت يمكن الدري غير من داك الكسيده تزعزع ليا مخو ولا شي حاجه. والدري راه دارت لي عمليه تما، دارت لي عمليه والعمليه فيها حديده بلاكه هنا في الراس. انا عمري ما شفت البلاكات كيداروا هنايا. البلاكه دارت في الراس قالك حكا عنده البرد طلع ليه المخ، هادشي اللي تيقولوا الاطباء ديالنا حنايا. البرد طلع ليه المخ، المخ ديالو شبعان، مخ شبعان برد، وتحل ليه الجوا ديال المخ. هذاك الجوا قالك هو اللي عطاه هذاك الملك اللي كيقطر لي من نيفو، هو اللي دار لي عدم التركيز. الدري شي كيعقل عليه شي ما تيعقلش عليه. الدري من بعد 25 عام بزينو بكلشي ولا بحال عنده 90 عام. بقاو كيتفلاو عليا هنايا نهار على نهار، نهار يجيو طب يتفلاو عليا، نهار يجيو لي ستاجير قراو الدروس، قراو لي على ولدي مزيان وقراو لي على راسو مزيان. داروا لي العمليه، هبطوه للانعاش، طلعوه من الانعاش، عاودوا لي عمليه الثالثه. داروا وحده في الرياض، ودار الاولى في النهار الاول، وداروا لي الثانيه، حلوا لي الغراز وعاودوا لي الثانيه. بغيت نعرف انا الدري شنو عنده في راسو، علاش هذا الشيء كامل. انا جاتني اخبار بانهم ضربوه بالقرطاس، انا جاتني خبر بان الدري تضرب بقرطاسه هنايا. بغيت نعرف انا الدري اشنو عنده في ذاك الراس. انا ولدي دابا اللي عطى الله عطاه مات ومشى عند الله، رزاوني في وليدي، مشى عند سيدي ربي، ما عندي ما ندير، بغاه الله سبحانه وتعالى. ولكن بغيت نعرف الاسباب، بغيت نعرف اشنو هو هذا الشيء اللي دار لي الولدي تما في ذاك الرياض. وبغيت نعرف هاد الدري اشنو هو، تيقولوا بلاد الحق وبلاد القانون، فين هو هاد الحق وفين هو هاد القانون وفين هو هذا اللي ضربه؟ مالك عاش محمد السادس، انا بغيتك تاخذ لي حق ولدي، انا بغيتك تاخذ لي حق ولدي غير بالوراق. انا عارف اشنو داروا ليه، ما باغا حتى شي حاجه. انا دابا كنت كنقول للمحسنين تعاونوا معايا باش نداوي هاد الدري وباش نشري ليه الدواء وباش نديه للسبيطار وباش نمشي في الطاكسيات وباش، لان احنا حالتنا ما نقولش لك عليها. ولكن دابا حاليا تنقول انا بغيت غير حق ولدي عند الله سبحانه وتعالى. بغيت حق ولدي، بغيت نعرف اشنو داروا ليك حموده، بغيت نعرف حموده اشنو داروا ليك في راسك ليه، واشنو كملوا ليك هنايا. من بعد من بغيت ندفنو قالوا لك الدري دار متعاديه، الدري راسو بفرقع ثلاثه المرات، وكتبوا ليهم في التصريح باش يعطوه يدفنو بانه مات متعاديه. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.